هي اولا في السيونس بلينيير هذه الاولى ديجا وضحت امور، لان كما الوزير جبد يعني سلسله، لان الناس نساتها يعني من قوانين ومن دعم الدوله في كره القدم الجزائريه، يعني لما كنا نسيناها حقيقه. وفي نفس الوقت رانا نلاحظوا بلي الامكانيات كانت موجوده ولكن ممكن ما استغنيناهاش كما لازم الحال، فهمت؟ لهذا لازم نراجعوا نفوسنا في هذه لي زاتوليي جوستومون، راح نشوفوا الامور جوستومون. والراهي اولا الحاجه النقطه الحساسه سي دابور، لان صافي زمان ما درناش جلسه باش نقيموا مشاكل الكره الجزائريه توصيات، ولكن توصيات ما تكفيش، لازم بعد نديروا لها خطه اماميه في جميع الاشياء اللي تكون موجهه، باش في المده المتوسطه ولا الطويله، خاصه باش ماشي المده القصيره، ما راحش اون با ريزود لي بروبليم يعني دون ان طون اون فالي ريزودر صدري، يفو بروغرامي لي زوبيراسيون اي لي ريزودر او فور ميزور سو فون امبورطونس. درك كان ازمه ماليه، كان منشات ناقصه، كان لازم نلقاو لها حلول باش نعيشوا، ما نقدر ما نحضروش. عندنا الناس عندهم مخاخ، عندنا خبراء، عندنا مسؤولين في اعلى مستوى، لازم نجلسوا درك من بعد في هذاك ونديروا اون لين ديريكتريس باش نبداو نعملوا حسب الاولويات، فهمت؟ انت تقول لي درك المنشآت هي الاولويات، ممكن من بعد تبان بلي حاجه اخرى، فهمت؟ انا متفق معك. لهذا شوف اللي لازم نفهمه، لازم عامل راح نركزوا نديروا لين دو كوندويت تاع عمل اللي راح يمشي في المده المتوسطه ولا الطويله.